فلا يستخفنك الذين لا يوقنون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. ولا تعجل، فإن الله لا يعجل لعجلة العباد. لا تسبقن الله فتعجزك البلية فتصرعك. أخي، وأرخى سترة وثبط عن الجهاد الإمام منا من منع حوزته وجاهد في سبيل الله حق جهاده ودفع عن رعيته وذب عن حريمه. هل تعرف يا أخي من نفسك شيئا مما نسبتها إليه فتجيء عليه بشاهد من كتاب الله أو حجة من رسول الله صلى الله عليه وآله أو تضرب به مثلا؟ فإن الله عز وجل أحل حلالا وحرم حراما وفرض فرائض وضرب أمثالا وسن سننا، ولم يجعل للإمام القائم بأمره شبهة فيما فرض له من الطاعة أن يسبقه بأمر قبل محله أو يجاهد فيه قبل حلوله. ما تقول يا أخي؟ قد جعل الله لكل شيء أجلا ولكل أجل كتابا، فإن كنت على بينة من ربك ويقين من أمرك وتبيان من شأنك فافعل، ولا تدخل في أمر أنت منه في شك وشبهة.